طوارة بلدة في محافظة إربد في الأردن، وتبعد عن مدينة إربد 5 كيلومتر إلى الشرق، وهي تعني القمح المقشور، وكانوا يسمونها قديما كوارة القمح، وذلك لجودة قمحها وغزارته. وتشتهر أيضا بكروب الزيتون وتربتها الحمراء البنية الخصبة وأراضيها المنبسطة والمستوية جغرافيا، وتحيطها السهول من كل جانب عدا تلال ظهر المغر في الشمال الشرقي، وامتدت معماريا إلى جميع الاتجاهات، فغربا التصق البناء المعماري بمدينة إربد تماما، وجنوبا ارتبطت معماريا ببلدة الصريح ولا يفصلها عنها سوى شارع البتراء، وجنوبا امتدت معماريا قريبا من أراضي بلدة بشرة ويفصلها عنها امتداد وادي حوار الغربي في الشمال وشارع بشرة الرنثة. أما شرقا باتجاه مدينة الرنثة فيفصلها عنها أيضا امتداد الوادي الشرقي، ولا يزال الامتداد المعماري من جهة الشرق داخل أراضي التنظيم فقط سوى بعض المزارع الممتدة شرقا لتصل إلى أراضي لواء الرنثة. ومن أشهر معالمها كلية نسيبة المازنية أو معهد المعلمين أو الريفية سابقا، وهو من أقدم المعاهد في المملكة، وكان فيها أيضا شركة مطاحن إربد الأهلية والتي تم إلغاؤها وإيقافها حديثا، وهي المطحنة الوحيدة في منطقة الشمال. وفيها أيضا مركز صحي حكومي يضم عيادة الأسنان، وفي وسط البلدة أيضا عيادتين للأسنان خاصتين. وفيها نادي رياضي ثقافي للشباب وجمعيات شبابية تطوعية كجمعية حوار الخيرية ومجلس شباب الغرايبة ولجنة صحة مجتمع حوار التطوعية وجمعية شباب أشطنا وغيرها من الجمعيات. وفيها أيضا أكثر من 19 مسجدا منتشرة في أرجاء البلدة، ويقطعها شارع رئيسي شارع حيفا بغداد، والذي يعتبر من أقدم الشوارع الرئيسية في البلدة. فأهلا وسهلا بكم في بلدة حوار.